والنهارده اسمحوا لنا نبدا بدايه مختلفه، مش هنبدا زي كل يوم من الاخبار بقى اللي حصلت والقصص والحواديت اللي بتخرج من بين سطور الاخبار، لكن النهارده باذن المولى سبحانه وتعالى هنكون صانعين للخبر. ولاننا داخلين خلاص بقى على الانتخابات الرئاسيه المصريه في الداخل في 27 محافظه مصريه، بعد ما تابعنا انتخابات المصريين في الخارج الايام اللي فاتت، وراديو النيل بالاخص نغم اف ام زي ما استضفنا في برامجنا المرشحين في الانتخابات الرئاسيه، فاسمحوا لي بيشرفت النهاردة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. يا أهلا وسهلا بيك يا سيادة المستشار، مشرفنا بالتأكيد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، وممكن تعذرني وكمان يعذرني مستمعينا الكرام لو بين لحظة والتانية خلطت في المسمى بين المرشح الرئاسي وقلت الرئيس، طبعا للتعود احنا متعودين الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلوقتي بنتكلم على المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. احنا نفسنا بنقع في هذا الخلط برضو، نفس القصة. وغني عن التعريف بالطبع برضو ان ضيفنا الكريم كان رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني، وقبله كان امين عام للمجلس الاعلى للتنظيم الاعلام ومستشار في مجلس الدولة، فما شاء الله سيرة طيبة. طيب بادئ ذي بدء سيادة المستشار، بنشوف مؤتمرات صحفية للحملة الانتخابية اللي حضرتك مسؤول عنها لمرشحكم الرئاسي، وفي نفس الوقت بنشوف مؤتمرات انتخابية لتدعيم مرشحكم سواء بقى من أحزاب أو من قوى سياسية أو أفراد بإعلان دعمهم ليه بلافتات ويفض. هل ده جزء من حملتكم الانتخابية ولا لا؟ طيب برحب بسيادتك والسادة المستمعين. الحقيقة لازم نفرق ما بين نشاط الحملة الرسمية ونشاط باقي الجهات اللي ممكن تكون داعمة أو محبة لمرشحنا. بالنسبة للحملة الرسمية، الحملة مسؤولة قانونيا وسياسيا عن الأفعال اللي هي بتنظمها بنفسها والفعاليات اللي هي بتنظمها. أما طبعا احنا عارفين ان مرشحنا يعني له شعبية وله أرضية ولديه محبين كثر يعني في الجمهورية كلها، سواء من قواعد شعبية أو محلية أو من أحزاب سياسية. طبعا الأحزاب السياسية والقواعد دي ممكن تنظم فعاليات محبة ودعما لمرشحنا، لكن الحقيقة طبعا احنا بنشكرهم وبنرحب بكل الفعاليات دي، لكن يعني احنا يعني من الناحية القانونية احنا مسؤولين عن الفعاليات اللي احنا بننظمها، لان ده كمان اللي بيبقى داخل في نطاق الدعاية الانتخابية والحد الأقصى للإنفاق في الدعاية الانتخابية اللي هو حددوا القانون ب 20 مليون جنيه في الجولة الأولى من الانتخابات. طيب العبد لله تابع تصريحات باقي المرشحين في السباق الرئاسي ولقيتهم يعني بيجمعوا على أن أول هدف عندهم هو إنقاذ مصر اقتصاديا، هل ده أول هدف عند مرشحكم برضو؟ وحضرتك يعني قلت قبل كده هنحارب الغلاء بزيادة الإنتاج، ياريت تفاصيل أكتر لناسنا وأهلينا الكرام اللي بيسمعونا دلوقتي، واللي أكتر شيء بيؤرقهم في الوقت الحالي هو غلاء الأسعار. طبعا هو التحديات اللي بتواجه الدولة كثيرة، منها طبعا التحدي الاقتصادي، والتحدي الاقتصادي ليس تحديا مصريا فقط إنما هو تحدي اقتصادي عالمي، والكل طبعا بيتكلم النهاردة عن بوادر أزمة اقتصادية عالمية، ومصر جزء من العالم وبتتأثر بها زيها زي باقي الدول. لكن طبعا في رؤية مرشحنا احنا عندنا طبعا رؤيتنا فيها محاور سياسية ومحاور اقتصادية ومحاور مجتمعية، لكن بالنسبة للمحور الاقتصادي طبعا احنا يعني عارفين ان احنا طبعا مرشحنا استلم البلد كانت في ظروف صعبة جدا من سنة 14، كان عندنا تحديات كثيرة جدا متعلقة بالإرهاب، متعلقة بمؤسسات الدولة، متعلقة بأن البنية الاقتصادية والبنية التحتية للدولة كانت في أضعف حالتها. الحقيقة كان لابد من إصلاح كل الكلام ده. طبعا يعني أحيانا بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. العالم تعرض لجائحة كورونا لمدة سنتين، ثم أفاق العالم على يعني حرب كبيرة بين أوكرانيا ومن وراءها حلفائها وروسيا، ودي أثرت على أسعار البترول وأثرت على أسعار بعض السلع الاستراتيجية زي القمح، وأخيرا التحدي في حدودنا الشمالية الشرقية في فلسطين وغزة. كل التحديات دي فرضت يعني ضغوط أكتر على الاقتصاد المصري، لكن الحقيقة كل مرة كان الاقتصاد المصري بيثبت بفضل يعني إرادة سياسية قوية وعزيمة كبيرة إن إحنا قادرين على التعامل مع التحديات. يعني مثلا إحنا في كورونا
كان العالم كله بينكمش، واحنا الحمد لله حققنا نمو كان موجب 2. صحيح بالضبط كده. في 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 روسيا زودنا المساحه الزراعيه بتاعتنا وبدانا ننتج قمح اكتر ونقلل الاعتماد على الخارج شويه. لكن لو انت عاوز مني ان انا اتكلم شويه عن رؤيه مرشحنا في المحور الاقتصادي، فاحنا من اولوياتنا طبعا مواجهه التضخم وغلاء الاسعار، وده هيكون بزياده الانتاج وزياده التصنيع المحلي علشان نقلل فاتوره الاستيراد بما يدعم الاحتياطي النقدي المصري. ده طبعا هيحتاج ان احنا نعمل توطين للصناعه. صحيح. لان توطين الصناعه دي حاجه مهمه جدا، بتخلق فرص استثمار وبتخلينا نتخلى تدريجيا عن الاستيراد. عشان كده يعني في خطه مرشحنا، وده بالفعل بيتم تنفيذه وجاري استكماله، ان يوجد عدد كبير جدا من الاراضي الصناعيه والمشروعات الصناعيه مطروحه بسعر جاذب، متوسعين في إصدار الرخصة الذهبية للمصانع. تلافينا جزئية الروتين والبيروقراطية اللي كانت ممكن تزهق المستثمر الصناعي سواء في أخذ الأرض أو في أي أمور متعلقة بالتراخيص. إحنا بنحاول نشوف دايما المشكلات فين وبنحاول نعالجها. إذا كانت المشكلة في الأرض، فطبعا من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الإعفاء من الضريبة العقارية بالنسبة للمصانع. إذا كانت المشكلة في أسعار الأراضي، فإحنا عارضين الأراضي بأسعار جاذبة وبتيسيرات وبحوافز منها بعد ما تبدأ الإنتاج، إن أنت ممكن تسترد ثمن الأرض، وممكن الأرض أصلا تعطى لك بالمجان في بعض المناطق المحددة في الجمهورية. طبعا الرخصة الواحدة أو الموافقة الواحدة أو الموافقة الذهبية زي ما بيقولوا، دي بتخليك تتجاوز إجراءات كتيرة جدا. طبعا احنا محتاجين ان احنا ايضا نربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة، بحيث ان البحث العلمي ما يبقاش مجرد حاجة نظرية اكاديمية. احنا محتاجين ان البحث العلمي ده يتحول لمنتجات ويتحول لمشروعات تدر دخل على اصحابها. على جزئيه على نفس الجزئيه ديت يا سياده المستشار، يعني في مجال ممكن البعض يشوفه رفاهيه مع انه مش رفاهيه على الاطلاق، تكنولوجيا المعلومات، يعني مجال زي ده خلى ايرادات شركه زي فيسبوك تطلع من 400,000 دولار سنه 2004 الى 116 مليار دولار السنه اللي فاتت 2022. الدوله المصريه والرئيس الحالي او مرشحكم اعلن انه مهتم جدا بالمجال ده، لانه مجال يقدر يرفع الاجور لشبابنا او الدخول لشبابنا بشكل معتبر. آليات مرشحكم السيد عبد الفتاح السيسي للتحقيق ده ايه؟ الحقيقة احنا عندنا بنية تكنولوجية محترمة جدا، متمثلة في يعني اتصالات بالانترنت وكوابل الانترنت يعني عالية الساعة وعالية السرعة. مصر موقعها الجغرافي متميز. الحقيقة ان اللي كشف عن جاهزية الدولة المصرية لمواجهة بعض الازمات كان جائحة زي كورونا مثلا. احنا لو ما كناش جاهزين ببنية اساسية قوية كان حاجات كتير وقعت، لان معظم الناس كانت بتشتغل من البيوت زي ما حضرتك عارف ان كان في اغلاق كامل وجزئي. صحيح. في فترات طويله. فالحقيقه لولا الجاهزيه بتاعه البنيه الاساسيه للبنيه التكنولوجيه دي ما كناش قدرنا نكمل. الحقيقه برضو من عوامل المنافسه وعوامل التميز المصريه هي العقول المصريه. احنا عندنا مجموعه من العقول، وده ناتج عن التاهيل والتدريب والتعليم الجيد في يعني منطقة الاتصالات وهندسة الاتصالات. فبالتالي العنصر المصري، العنصر البشري المصري دايما منافس وفي تهافت عليه من كل الشركات العالمية. احنا الحقيقة يعني في رؤية مرشحنا ان احنا محتاجين نوطن مثل هذه الصناعات وتشتغل في مصر، بحيث ان الدخل ده بدل ما هو بيروح للشركات اللي بره يبقى موجود يعني في مصر وللمصريين. طيب بالنسبة للمشروعات، الرئيس الحالي ومرشحكم السيد عبد الفتاح السيسي مشي على درب المشروعات الكبيرة اللي بتعملها الدولة، لأن القطاع الخاص ما كانش هيدخل فيها ينشئها بشكل أو بآخر، وبعد كده اتعملت وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة من المشروعات. هل هنستمر في السياسة دي، سياسة الإنشاء ثم الطرح، ولا بعد كده القطاع الخاص نفسه هو اللي هيقوم بكل شيء؟ لا، خليني الحتة دي محتاجة شوية تفصيل. الدولة كان عندها تحدي اقتصادي كبير جدا. هذا التحدي الاقتصادي مخلي القطاع الخاص خايف يدخل ينشئ مشروعات. صحيح. طيب هل الدولة هتقف مكتوفة الأيدي وهتنتظر القطاع الخاص؟ الحقيقة ده ما كانش ممكن، لأن الدولة بتسابق الزمن وكان لازم أنها تتحرك. فالدولة دخلت ملأت الفراغ اللي أحدثه القطاع الخاص نتيجة الظروف، لأن القطاع الخاص في النهاية لما بيعمل مشروع بيبحث عن الربح وبيبحث عن أفضل ميزة ليه، وده حقيقة مش عيب، ده حقه، ده القطاع الخاص في كل دول العالم، ودايما في تعاون
بين القطاع العام والقطاع الخاص. اللي انا عاوز اقوله من كلامي ان تدخل الدوله في الاقتصاد كان ضروره اقتصاديه، يعني فرضتها الظروف وفرضتها اوضاع الدوله، لكن بعد ان استقرت الظروف اعلنت الدوله عن ان هي يعني سوف تقوم بالتراجع خطوه او خطوتين للوراء، واعلنت عن ما يسمى سياسه ملكيه الدوله اللي بتقول فيها ان المجالات التجاريه والمجالات الاقتصاديه غير الاستراتيجيه الدوله يعني هتترك يعني هتنسحب منها يعني جزئيا، وهتترك القطاع الخاص ليقوم بدوره فيها. طبعا القطاع الخاص بيشتغل وبيربح وبيشغل ناس وبيدفع ضرائب، صحيح، فبالتالي ده بيعود النفع على الجميع. سياسه ملكيه الدوله الحقيقه هي سياسه معلنه، ويعني الدوله ملتزمه بها، ومرشحنا يعني عاقد العزم على تنفيذها بتفاصيلها ان شاء الله. يعني اذا حبينا نعنون المرحله القادمه بالنسبه للاقتصاد، فانا ممكن اقول ان هي مرحله القطاع الخاص، مرحله القطاع الخاص في الفتره اللي جايه بمشيئه الله، بعد ان استقرت ظروف الدوله ويعني عادت الاوضاع ان شاء الله تدريجيا للشكل المأمول. يعني طيب، في جزئية مهمة جدا ما فيش مواطن مصري إلا وبيتكلم فيها، جزئية الديون. بعض المرشحين في السباق الانتخابي قالوا هيوقفوا سقف الدين أو هيعملوا جدولة ما يعلاش، هل أنتوا مع الفكر ده ولا مع النظرة التانية اللي بتقول إن كل ما الاقتصاد ما بيكبر بطبيعة الحال ديونه بتكبر؟ الدليل إن أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، هي أكبر دولة عليها ديون أكتر من 33 تريليون دولار، تاني دولة على طول الصين مع إنها بيطلق عليها مصنع العالم لكن مديونة ب 14.5 تريليون دولار، تالت دولة اليابان 13.5 برضو تريليون دولار، رابع دولة ألمانيا، الخامسة بريطانيا، بعدهم الهند وفرنسا، دول دول اقتصادهم كبير. يعني بالبلدي الورشة لو خدت قرض مش هيبقى زي مصنع العربيات. حملتكم الانتخابية للسيد عبد الفتاح السيسي مع أي اتجاه في الاثنين؟ شوف، مبدئيا خلينا برضو نوضح للسادة المستمعين أن مجرد التمويل باستخدام آليات الدين ده أمر دستوري وأمر بتعرفه كل الدول، وحضرتك يعني وفرت علي عناء أن أنا أشرح بعض الأرقام. كل الاقتصاديات ممكن تستخدم الدين لتمويل بعض المشروعات، لكن خليني أسأل سيادتك سؤال، هل احنا كنا يعني في المرحلة السابقة نتحمل ان البطالة تزيد وان عجلة الانتاج تتوقف، ولا الدولة كانت تتحرك للامام وتنشئ مشروعات تستوعب الناس وتستوعب القوة العاملة المصرية؟ بالمناسبة معدل البطالة في مصر انخفض في 10 سنوات من 13% الى 7%، وده انجاز كبير جدا. فيعني ضرورة التشغيل كانت مهمة جدا، لكن على اي حال يعني بعد أن استقرت الدولة وبعد أن تحولنا تدريجيا للأوضاع الطبيعية، يعني رؤية مرشحنا الاقتصادية إن احنا ناويين نخفض الاعتماد على آليات الدين لجذب مزيد من الاستثمار، محتاجين نزود الإنتاج علشان نزود العوائد بتاعتنا، محتاجين نعالج بعض الازدواجات الضريبية يعني بحيث إن احنا نقدر نجذب أكبر عدد من المستثمرين، محتاجين نزود الصناعات التحويلية، مش لازم نستورد الحاجات كإن برودكت يعني أو يعني سلعة كاملة، يعني ممكن حتى السلع الدقيقة أو اللي هي متقدمة التكنولوجيا ممكن يتم استيرادها يعني في مرحلة كده وسطية، بحيث إن هي تتقفل وتتصنع يعني يعاد تصنيعها أو يكتمل تصنيعها في مصر، فيعود بالنفع على الاقتصاد المصري. أيضا إحنا بنبحث عن زيادة الحوافز الاستثمارية. كل الإجراءات اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي هتؤدي إلى مزيد من الاستثمارات، وبالتالي هتمكننا من خفض الاعتماد على آليات الدين. لكن أقدر أقول برضو، لازم أقول لحضرتك إن الدين في حد ذاته ليس سبة وليس مشكلة. المشكلة اللي ممكن تتعرض لها أي دولة هي التخلف عن سداد الديون، صحيح، وهذا لم يحدث ولن يحدث في مصر إن شاء الله. هي معلومة بسيطة لناسنا وكارينا وأهلينا الكرام اللي بيسمعونا دلوقتي، أكبر أو أكتر 30 دولة عليها ديون في العالم كله، الحمد لله مصر مش فيهم، والمستمع الكريم ومعاه موبايل في إيده دلوقتي يقدر حتى يكتب على جوجل ساعة الدين ويدخل على الأول نتيجة بحثة، هتلاقي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. الحمد لله مصر مش موجودة في الـ30 دولة الأولى في الديون على مستوى العالم. لو رحنا لجزئية تانية وهي جزئية زيادة الحد الأدنى للأجور، هنلاقي حصل 7 زيادات في عهد المرشحكم الرئيس الحالي الرئيس السيسي. أول زيادة في ميزانية 2016 بقينا 1400 جنيه، تاني زيادة في 2019 بقينا 2000 جنيه، تالت زيادة في 2021 وصلنا 2400، رابع زيادة في
السنة اللي فاتت وصلنا 2700، الزيادة الخامسة في مارس السنة دي بقينا 3000، والزيادة السابعة السادسة بقينا 3500، وبعد كده وصلنا ل 4000 جنيه. هل مرشحكم السيد عبد الفتاح السيسي ينتوي زيادة الحد الأدنى للأجور، الزيادة رقم 8 حال نجاحه؟ لأن برضو المرشحين الرئاسيين قالوا نفس القصة. خليني أقول لحضرتك أن من آليات مواجهة التضخم الناتج عن يعني الظروف الدولية والناتج عن الإجراءات الاقتصادية، أن أنت لازم تراعي الفئات الأولى بالرعاية، ومن ضمن الإجراءات دي أن أنت بتزود الحد الأدنى للأجور. وحضرتك برضو يعني مشكورا أوضحت أن الزيادات دي مستمرة ومتتالية كلما دعت الحاجة إليها. مش بس بيحصل زيادة للحد الأدنى للأجور، أيضا بيحصل زيادة للمعاشات، أيضا بيتم صرف إعانات للعمالة غير المنتظمة، أيضا بيتم توفير مبالغ مالية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، اللي الحقيقة يعني بتزيد مبالغه يعني بشكل برضو منتظم، وأولا بأول بما يعكس اهتمام مرشحنا بالبعد الاجتماعي في المحور الاقتصادي. أيوة. وخد بال حضرتك الاقتصاد ده ليه بعد اجتماعي. صحيح. البعد الاجتماعي يعني مثلا لما الاسعار تزيد انت لازم تبص للفئات دي، في فئات تقدر تتحمل الغلاء وتتعامل معاه، لكن في فئات بتتاثر اكثر من غيرها، فالدوله علشان هي بتراعي العداله الاجتماعيه بتعمل اجراءات حمايه زي ما حضرتك تفضلت. مساله زياده الاجور من عدمه ده طبعا يعني دي غير مرتبطه بالانتخابات الرئاسيه باي حال من الاحوال، احنا يعني منتظمين يعني في ده كلما دعت الحاجه الى ذلك، يعني الموضوع مش مرتبط بانتخابات رئاسيه. طيب نروح للصحه ومرشحكم السيد عبد الفتاح السيسي وهو رئيس الدوله في العهد الحالي مشي في اتجاه تحسين الصحه في طريقين اتنين، طريق سريع وطريق موازي ليه بطيء. الطريق السريع هو طريق المبادرات، مبادرة القضاء على فيروس سي، الكشف مبكر على سرطان الثدي، سرطان الكبد، ضعف السمع عند المواليد وغيره من المبادرات. الطريق البطيء وهو التأمين الصحي الشامل، وده غير تماما التأمين الصحي العادي. هل ده الطريق اللي مرشحكم السيد عبد الفتاح السيسي هيكمل فيه، ولا في إضافة في جزئية الصحة؟ لا، احنا الحقيقة عندنا بعض الإضافات جنبا الى جنب المبادرات دي اللي أثبتت نجاح منقطع النظير، وحابب ان انا اشير الى نجاح كبير جدا حققته الدوله المصريه في القضاء نهائيا على فيروس سي الذي كان يحصد ارواح المصريين. صحيح. منذ عشرات السنوات مصر اعلنت بشهاده منظمه الصحه العالميه دوله خاليه من فيروس سي. المبادرات دي برضو المبادرات يعني وصلوا لاكثر من 16 مبادره، الحقيقه احنا مستمرين فيهم، لكن عاقدين العزم برضو يعني في رؤيه مرشحنا نحن متمسكين بالمقررات الدستورية، ناويين يعني نزود الإنفاق على الصحة، ناويين نزود الإنفاق على العنصر البشري الطبي سواء كان أطباء أو ممرضين، ويعني ناويين نستكمل أيضا البنية الأساسية الطبية المتعلقة بالمستشفيات. لكن حابب أن أنا أقول لحضرتك أن احنا فيما يتعلق بالرعاية الصحية عملنا إنجازات كبيرة، يعني كان سنة 2014 كان الإنفاق على الصحة تقريبا حوالي 42 مليار جنيه، في سنة 23 222 مليار جنيه. ده معناه إن الرقم اللي بينفق على الصحة زاد من 2014 ل 23 بواقع 430%. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن مرشحنا مهتم بصحة المصريين. أيضا إحنا يعني حصل بنية تحتية صحية في 1135 مشروع بتكلفة أكثر من 100 مليار جنيه. احنا عندنا يعني اتساع كبير في منظومة الإسعاف، عندنا مراكز للبلازما، عندنا مراكز تنمية أسرة، عندنا مراكز طفولة أمومة، عملنا مجمعات للقاحات والأمصال بتحفظ أمننا القومي الدوائي، بتجنبنا الاستيراد. ملف العلاج على نفقة الدولة شهد خفزات كبيرة جداً، بعد ما كان 3 مليار جنيه في سنة 2014 أصبح 17 مليار جنيه سنة 23. يعني كان بيستفيد من العلاج على على نفقة الدولة 900 ألف مواطن سنة 2014، النهاردة في 2023 2 مليون و2 من عشرة. كل دي بتعبر عن أولويات واتجاهات مرشحنا
ناحية صحة المصريين. وبنتكلم على التأمين الصحي الشامل بمشيئة الله لما يتم تعميمه على كل الجمهورية، هيبقى 105 مليون مصري هيستفيدوا منه. أنا فاضل لي بالظبط يا فندم ده, 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 ده المشروع الأهم الحقيقة، لكن زي ما حضرتك عارف حتى يصل إلى يعني صورته الكاملة هيحتاج بعض الوقت. صحيح. وإحنا علشان كده ماشيين بالتوازي على الشورت تيرم أو المسار القصير والمسار المتوسط وبعيد المدى. يا مسهل ان شاء الله. فاضل لي 3 دقايق بالظبط او دقيقتين ونص عشان هندخل على النشره. اروح سريعا للسياسه الخارجيه لمرشحكم السيد عبد الفتاح السيسي، ولو تسمح لي يعني السياسه الخارجيه واضحه جدا، لان من بلد كانت قاب قوسين او ادنى منه يتفرض عليها عقوبات او حصار اقتصادي بعد ثوره المصريين على حكم المرشد في 2013، الى بلد يعني لها علاقات مع كل دول العالم بلا استثناء، وبيقدروا دورها وبيزوروها وبيتواصلوا معاها دايما، فده واضح للجميع. بس برضو هل تحب تقول فيه رأي أو رؤية، بالأخص أن مرشحكم وصف النظام الدولي أنه انتقائي، وظهر ده بعد عدوان إسرائيل على غزة؟ طبعا يعني هناك طفرة كبيرة جدا في ملف السياسة الخارجية من سنة 2013 لسنة 23، في الوقت اللي كانت مصر فيه في 13 منزوية ومنكفئة على نفسها ومنشغلة بمشكلتها الداخلية، أصبحت الآن مصر القادرة، مصر المؤثرة في محيطها الإقليمي، يعني مصر المتوازنة الساعية للسلام بين كل دول المنطقة. الحقيقة أن السياسة الخارجية المتوازنة اللي اتبعها مرشحنا، وأنا حابب هنا برضو يعني أشير إلى أن مرشحنا لديه أبعاد أخلاقية وقيمية عالية يدير أيضا بها السياسة الخارجية للدولة، دي بتكسب الدولة مصداقية وبتكسب الدولة احترام وبتخلي الدولة مؤثرة في كل ملف وبتتمتع بمصداقية كبيرة جدا. الحقيقة بعد ما كانت مصر زي ما قلت لحضرتك منكفئة ومنزوية، وكان احنا مش يعني احنا مثلا علقت يعني عضويتنا في الاتحاد البرلماني الدولي، علقت عضويتنا في الاتحاد الافريقي. الحقيقه عادت مصر قويه وتمارس دورا فاعلا في هذه المنظمات الدوليه المهمه. الحقيقه الجولات المكوكيه والتمتع بعلاقات طيبه مع كل القوى الدوليه من اليمين ومن اليسار من الشرق ومن الغرب، الحقيقة ده أمر يحسب لمرشحنا. أنا بعتذر على المقاطعة علشان ضيق الوقت يا فندم، بس سريعا شخص من أهلنا الكرام بنسمعه دايما بيقول اليومين دول أنا صوتي هيعمل إيه، لا هيقدم ولا هيأخر، وكده كده فلان هينجح، يبقى روح ليه؟ ترد عليهم بإيه في نص دقيقة بالظبط؟ نقول إن دي دعاية سلبية. إحنا محتاجين إن إحنا نرسل رسالة للعالم إن إحنا مصطفين وواقفين مع بلدنا. الانتخابات الرئاسية القادمة ليست مجرد انتخابات لرئيس الجمهورية، إنما هي دفاع عن سياسات مصر، خصوصا السياسات الإقليمية اللي كلنا شايفينها، وخصوصا على حدودنا الشمالية الشرقية. صوتك هيفرق، أدعو جميع المصريين إن هم ينزلوا ويمارسوا حقهم في التصويت، ده هيفرق جدا في الداخل والخارج. وبلاش كسل وبلاش اطمئنان، طبعا اللي بينجح بخمسة مليون غير اللي بينجح بخمسين مليون، دي رسالة إن المصريين كلهم موافقين على السياسات التي يتم اتباعها خصوصا على المستوى الدولي. المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، شرفتنا يا فندم، وكان في ملفات كتير وكتير تانية في كل مناحي الحياة، لكن أنا مقدر وقتك، وكمان داخلين على نشرة الأخبار، في حقيقي شكرا جزيلا. يسعدني التواصل معك. أيوة. شكرا جزيلا يا فندم، في رعاية الله.